سلمى، سلمى، أين أنت؟ أنا هنا، كنت أذاكر لامتحان الكلية يا عمي. ما زلت أشعر بتعب وكسل يمنعني من الحركة. انظري يا سلمى، هل أحضرت التحاليل التي طلبناها؟ أجل، ها هي. عظيم، دعني أرى. جيد، جيد، لا بأس، هذا جيد. ولكن هناك مشكلة واحدة. مشكلة؟ كنت أعلم أنني لست على ما يرام. ما هي المشكلة؟ أخبريني، أنا مستعد لتحمل الأخبار غير السارة. لا تخف يا عمي، المشكلة يمكن حلها ببساطة. قولي، قولي يا سلمى. لديك نقص في فيتامين دال. فيتامين دال؟ وما هو هذا الفيتامين؟ فيتامين دال هو فيتامين ضروري لجسم الإنسان، وهو من الفيتامينات المنحلة بالدسم، وتوجد مستقبلاته في أغلب خلايا الجسم. انظر يا عمي أين توجد هذه المستقبلات: العظام، الجهاز المناعي، الهضمي، القلبي الوعائي، التنفسي، الكلوي، الجهاز العصبي المركزي، العضلات، الأجهزة التناسلية، وبشرة الجلد، وحتى جذر الشعرة. هنا، 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 إنها في جميع أنحاء جسدي. أجل، وللفيتامين أكثر من شكل. أكثر من شكل؟ هناك شكلان من فيتامين دال، هما فيتامين دال اثنان المعروف بالأيرغو كالسيفرول، وهو نباتي المصدر، ويتم الحصول عليه من بعض أنواع الفطر. وفيتامين دال ثلاثة أو ما يسمى بالكولي كالسيفرول، وهو حيواني المصدر، ويتم الحصول عليه من البيض أو بعض أنواع الأسماك أو نتيجة التعرض لأشعة الشمس. وبالنسبة لألم عضلاتي وعظامي، هل أخذ النوع الحيواني أم النباتي؟ يمكنك أخذ أي من النوعين يا عمي، ليس فقط من أجل عضلاتك وعظامك، بل لأسباب أخرى كثيرة. لقد أثرت فضولي، ما هي تلك الأسباب؟ إن لفيتامين دال أهمية كبيرة على صعيد صحتنا الجسدية وصحتنا النفسية، فهو يدعم مناعتنا ضد الأمراض المعدية كالإنفلونزا والسل، ويقينا من أمراض أخرى مستعصية كالتصلب اللويحي والتهاب المفاصل والربو والتحسس، وهو يمنع الجفاف والشيخوخة عن جلدنا، ويساعدنا على تخفيض الوزن، كما يقينا من السرطان وأمراض القلب والسكري. تصلب لويحي، أمراض قلب، سرطان، سكري، ماذا تقولين؟ وأكثر من ذلك يا عمي، ففيتامين دال يساهم أيضا في الحفاظ على التوازن العصبي والنفسي، ويمنع أمراضا مثل التوحد والزهايمر والاكتئاب والقلق والعته، ويقوي الذاكرة والتركيز. كل ذلك يفعله فيتامين دال؟ كنت أظن أنه خاص بالعظام فقط. عمي، في الماضي ارتبط نقص فيتامين دال مع الأمراض العظمية كتقوس الساقين عند الأطفال وتلين العظام عند الكبار، ثم بدأ يتبين أن فيتامين دال هو الداعم لكل خلايا وأنسجة الجسم، وقد ظهرت في العقدين الماضيين عشرات الآلاف من الدراسات أظهرت حقائق جديدة وكثيرة عن فيتامين دال. عشرات آلاف الدراسات؟ هناك فعلا عشرات آلاف الدراسات حول فيتامين دال يا عمي. وما الذي توصلت إليه تلك الدراسات؟ توصلت إلى نتائج كثيرة، منها أن نقصه يرفع إمكانية حدوث كافة السرطانات غير الجلدية وسرطان الثدي بنسبة الضعفين، كما ترتفع احتمالات حدوث الأمراض الوعائية القلبية بنسبة الضعفين أيضا، ويتسبب نقصه في ارتفاع الضغط الشرياني. أما بالنسبة للأمراض الجلدية، فنقص فيتامين دال يسبب الحكة
وجفاف الجلد والعاد والصداف. ها؟ إلى أين يا عمي؟ أنا ذاهب لإحضار الفيتامين. انتظر، فلكل فئات عمرية حصتها اليومية من الفيتامين. ما هذا يا عمي؟ لقد أتيت بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال. حليب مدعم، بيض، سمك سلمون، طن، سردين، فطر. عمي يا عمي، أنت تحتاج يوميا إلى 5000 وحدة دولية، أي ما يعادل 10 كؤوس حليب مدعم أو 24 بيضة أو عدة كيلوغرامات من الفطر أو من سمك السلمون البري، وهذه الأغذية تكفيك لحصة يوم واحد. كل هذا ولحصة يوم واحد؟ لكن هناك طريقة غير مكلفة وأسهل للحصول عليه يا عمي. ألم أقل لك أنهم يطلقون عليه لقب فيتامين الشمس الساطعة؟ الشمس الساطعة؟ وكيف ذلك؟ يطلق عليه فيتامين الشمس الساطعة لأن الشمس تشكل المصدر الأساسي لاصطناعه في بشرة جلدنا، وذلك بالتعرض اليومي المباشر للشمس. التعرض للشمس؟ أجل، الشمس تقدم لنا ما يعادل 90 إلى 95% من الفيتامين د يوميا. رائع، لكن كيف يمكن للشمس أن تصنع فيتامين د؟ تبدأ القصة بأن الأشعة فوق البنفسجية UVB يمكنها تحويل الكوليسترول في بشرة الجلد إلى فيتامين دال 3، ففي أوقات الصيف وخلال منتصف النهار تدخل أشعة الشمس بشكل عمودي على الغلاف الجوي للأرض، وينفذ جزء ضئيل من الأشعة فوق البنفسجية UVB خلال طبقة الأوزون بمقدار 0.1%، وتعتبر هذه الكمية كافية لاصطناع فيتامين دال في بشرة الجلد. هذا في الصيف. نعم، أما في الشتاء وخلال النهار فإن أشعة الشمس تدخل الغلاف الجوي بشكل مائل غير متعامد، وتقوم طبقة الأوزون والغلاف الجوي بامتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية، وقد لا يصل لقشرة الأرض أي أثر يكفي لاصطناع فيتامين دال في الجلد. وما هي مدة التعرض للشمس؟ أم يجب أن أبقى تحت الشمس حتى يحترق جلدي؟ طبعا لا، بشكل عام في المناطق المشمسة يكفي تعريض الوجه واليدين من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على ما يعادل من 20,000 إلى 30,000 وحدة دولية من الفيتامين وسطيا. هذا يعني أننا محظوظون. لماذا؟ لأننا موجودون في منطقة تسمح لنا بالتمتع بشمس جيدة. كم آسفوا لأولئك الذين يعيشون في مناطق قطبية. معك حق يا عمي، فللمنطقة الجغرافية أهمية كبيرة في حصول الناس على الفيتامين من الشمس، وقد تم عمل روزنامة خاصة بالمناطق الجغرافية. اعتمدت هذه الروزنامة على قاعدة جيدة وبسيطة، وهي أنه عند التعرض للشمس عندما يكون ظلك أقصر من طولك وخاصة في منتصف النهار يكون اصطناع فيتامين دال كافيا لتزويد الجسم حاجته. أما إذا كان ظلك أطول منك فإن الجلد لا يصنع الكثير من فيتامين دال. حسنا، وكيف يؤمن من ليس لديهم شمس كافية حاجتهم من الفيتامين؟ لا بد من أن يأخذوا المستحضرات الدوائية المتوفرة لدعم فيتامين دال في أجسادهم. إلى أين؟ إلى أين يا عمي؟ إنها الظهيرة، أريد الحصول على الفيتامين. إن ظلي أقصر من طولي الآن. يقول المثل: تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب، ويقول العلم: تعرض كاف لأشعة الشمس يوميا يغنيك عن الطبيب. إن الشمس هي المصدر الأساسي لتأمين حاجتنا من فيتامين دال. هل تساءلنا
عن سبب الكثير من الأعراض المرضية غير المفسرة كالتعب والألم العضلي وغيرها؟ هل تساءلنا لماذا نحن عرضة للإصابة بالإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية شتاء؟ هل تساءلنا لماذا التعرض للشمس يقينا من السل؟ أثبتت الدراسات أن كل ذلك مرتبط بفيتامين د. يشكل نقص فيتامين د مشكلة صحية عالمية تصيب 63% من سكان الأرض. على سبيل المثال، في الإمارات العربية المتحدة تبلغ نسبة المصابين 85% من السكان. يؤكد العلماء حاليا أن تركيز فيتامين د في الدم بين 40 إلى 60 نانوغرام على المليلتر هو التركيز المثالي الذي يؤمن نتائج وقائية عظيمة من كافة الأمراض وأهمها الأمراض السرطانية. يصر بعض العلماء على إعطاء جرعات عالية من الفيتامين على اعتبار أننا مبرمجون لنأخذ كميات تعادل 20 إلى 30 ألف وحدة دولية يومياً إن تعرضنا الكافي للشمس. لابد من الإشارة للجرعات المنصوح بها من قبل هيئة فيتامين د، وهي 5000 وحدة دولية بالنسبة للبالغين، 1000 وحدة دولية لكل 25 رطل عند الأطفال، وما يعادل 1000 وحدة دولية عند الرضع. أثبتت الدراسات العلمية أنه لا توجد سمية لفيتامين د إذا أخذ بكمية أقل من 46 ألف وحدة دولية في اليوم لمدة شهرين أو أكثر. واستقرت كل المنظمات العلمية المعنية على أن جرعة يومية بعيار 10,000 وحدة دولية تعتبر آمنة. لنؤكد أنه في حال عدم تعرضنا للشمس بشكل كافي فإن الطعام لن يؤمن حاجتنا من الفيتامين، وهنا لابد من تناول المكملات الغذائية الدوائية يومياً، أسبوعياً أو شهرياً وبشكل دائم.